السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع، سنقوم اليوم بإكمال الوحدة الخامسة عشرة اللي هو الكتلة، الدرس الثاني منها التحويل بين وحدات قياس الكتلة. أخذنا في الدرس السابق وحدات قياس الكتلة اللي هي الكيلوغرام والغرام والطن. سنتعرف في درسنا اليوم على كيفية التحويل بين وحدات قياس الكتلة، طبعا المطلوب منا من الأكبر إلى الأصغر وليس العكس. وحدات قياس الكتلة اللي هي الطن أكبر وحدة، الكيلوغرام، الغرام، ثلاث وحدات لقياس الطول. دائما وأبدا كنت أطلب من طلابي النظر إلى النص الوارد في أستكشف، تحتاج أحيانا إلى التحويل بين الوحدات المختلفة لقياس الكتلة، فقد ترغب في معرفة كتلة كمية من الطحين أو المعكرونة بالغرامات، يعني معطينا الكتلة على الميزان بالكيلوغرام وانت حابب تحولها أو تعرف هاي الكتلة بالغرامات. أخذنا بالدرس السابق أنه كل عشر بالكيلوغرام يمثل 100 غرام، إذا 3 أعشار كيلوغرام تساوي 300 غرام و4 أعشار كيلوغرام تساوي 400 غرام. إذا كتلة كمية الطحين بالكيلوغرام 3 أعشار كيلوغرام، ولو حبينا نعرفها بالجرامات 300 غرام، وكتلة كمية من المعكرونة 4 أعشار كيلوغرام حبينا نعرفها بالغرامات تساوي 400 غرام. هذا المثال كتير حبيته وحابب أشرحه باستخدام الميزان. أعطي مثال آخر باستخدام الميزان. فمثلا نستخرج الميزان الذي يستخدم لقياس الكتلة، نضع عليه كتلة بالكيلوغرامات، الكيلوغرامات مئتين غرام، 500 غرام. هلا اذا بدنا كتلتهم بالكيلوغرام طلعنا 7 اعشار كيلوغرام، 7 اعشار. احنا حكينا كل قسم من هذول الاقسام، كل قسم يمثل قسم منها، كل قسم يمثل عشر، والعشر هاي لحظه لان عشر، عشران، 13، 14، 15، كل عشر يمثل 100 غرام. إذا عندنا بالكيلو، حبيت أعرفها هاي الكتلة، أعطينا إياها بالكيلوغرام، بدنا نحبها بدنا نعرفها بالغرامات. طبعاً بالغرامات 700 غرام، إذا عندنا 17 كيلوغرام بتكون عندنا بالغرامات 700 غرام، هلا هون عندنا 200 غرام. حبينا نعرفها بالكيلوغرامات، هي كيلو بالكيلوغرامات، نقرا نشوف القراءه 2 بالعشرة، اذا كل عشر بالكيلوغرام يمثل 100 غرام، كل عشر يمثل 100 غرام. هلا نتعرف على وحدات القياس. طبعا الطن يساوي 1000 كيلوغرام، الطن 1000 كيلوغرام، والكيلوغرام يساوي 1000 غرام. إذا عندنا تحويلتين، من الطن للكيلوغرام بنضرب ب 1000، ومن الكيلوغرام للغرام نضرب ب 1000. إذا يمكن تحويل كيلوغرام بالضرب بعدد اللي هو ب 1000، حتى نحول من كيلوغرام للغرام، من الطن للكيلوغرام نضرب ب 1000. إذا التحويل سيكون من الأكبر إلى الأصغر وليس العكس. كمان مش مطلوب عندنا نحول من الطن للغرام، من الطن للغرام، فقط تحويلتين من الطن للكيلوغرام او من كيلوغرام للغرام. دائما يراودني سؤال بعد التحويل انه نحتاج الى ترتيب كتل وحدات مختلفه، وحتى نقوم بترتيبها لابد من ان نقوم بدلاله وحده قياس معينه. اذا حتى نرتبها نحتاج الى ترتيبها بدلاله وحده قياس معينه، نستخدم وحده قياس معينه. وهنا طبعا رايحة تكون وحدة القياس المعين رايحين نستخدمها الكتلة الأصغر. إذا جميع الكتل سوف نحولها إلى الكتل الأصغر. بعدها بعد التحويلات سأقوم بإعطاء مثال حتى نتمكن من القيام ببعض التحويلات. المثال، أول مثال بدنا نحول من 4 كيلو إلى، من كيلو جرام إلى جرام. حتى نحول من الكيلو للجرام احنا بنعرف العلاقة التي تربط بين كتلة الكيلوغرام والجرام 1000، نضرب 4 ضرب 1000، إذا الناتج 4000.
الفرع الثاني سنقوم بتحويل من وحدة الطن 78 طنا إلى الكيلوغرام. العلاقة بين كتلة الطن والكيلوغرام 1000، 1000 الطن، 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام. سنقوم بالضرب 1000، 78 ضرب 1000 78000 اللي هو ضرب مضاعفات ال1000، كل الضرب مضاعفات ال1000. هلا سنقوم بتحويل 80 كيلوغرام إلى جرام، العلاقة التي تربط بين الكيلوغرام والجرام 1000، الكيلوغرام يساوي 1000 جرام. نضرب 80 ضرب 1000 ويساوي 80000. حبيت أورد مثل هذا السؤال، 8.7 طن كم كيلوغرام؟ نحول من الطن للكيلوغرام، الطن 1000 كيلوغرام، 8 8000 و17 700 لأنه كل عشر يمثل 100، وإحنا أخذنا الفصل الأول عند الضرب ب 1000 بنحرك الأرقام، تتحرك الأرقام إلى اليمين حسب عدد الأصفار. تتحرك الأرقام، إذا بدها تتحرك ثلاث أصفار تتحرك ثلاث أرقام، الأرقام تتحرك ثلاث منازل إلى اليمين، فيصبح الناتج 8700. 6.5 كيلو جرام كم جرام؟ 15 ممكن تقرأ نصف لأنه 5500 نص الألف، أو 15 خمس نص العشرة. 6 كيلو جرام 6000، والخمس 500 جرام، 6000 جرام وخمس، والخمس 500 جرام 6500. وزي كما ورد معنا بالفصل الأول عند الضرب بألف بنحرك الأرقام إلى اليمين حسب عدد الأصفار، إذا ثلاث أصفار سيصبح الناتج 6500. هلا مثال الوارد في أتعلم كتلة الفيل بالكيلوغرامات. طبعا كتلة الفيل معطينا 4 طن، الفيل من الحيوانات الضخمة ومن أكبر الحيوانات، على تعتبر من أكبر الحيوانات الكبيرة، فكتلها بتكون من الكتل الكبيرة جدا. 4 طن تساوي 4، ضربنا 4 ضرب 1000 يساوي 4000 كيلو جرام. هلا لما بدنا نيجي نرتب لازم أول شيء نعرف نوع الترتيب. الترتيب المطلوب عندنا هو نوع الترتيب ترتيبا، طالب عندنا هو نرتب ترتيبا تنازليا. إذا نوع الترتيب اللي طالبه عندنا هنا في المثال بده ايانا نرتب ترتيبا تنازليا، ترتيبا تنازليا. ما معنى تنازليا؟ تنازليا يعني من الاكبر الى الاصغر، من الاكبر للاصغر. وانا دائما وابدا كنت اطلب منكم ان تضعوا خطا تحت نوع الترتيب حتى لا نخطئ اثناء الترتيب، نرتب تصاعدي او تنازلي، ونعرف دائما الترتيب نبدا بدءا من جهه اليسار. هلا ننتبه الى الكتل الموجوده عندنا، في عندنا 7200 عندنا الكتله الاولى 7200 كيلوغرام الكتلة الأولى، الكتلة الثانية 3 أطنان، والكتلة الثالثة 8 أطنان. سنقوم طبعا للترتيب قياس الكتل بوحدات مختلفة، نكتب الكتل جميعها بدلالة وحدة قياس واحدة، إذا نكتبها جميعها بدلالة وحدة قياس واحدة، سنكتبها بدلالة وحدة قياس واحدة اللي هي وحدة القياس اللي رايحين نكتبها فيها، اللي هي وحدة قياس بدلالة وحدة قياس واحدة. سنجعل جميع الكتل بأصغر وحدة اللي موجودة عندنا في السؤال اللي هو الكيلوغرام. طبعا الوحدة هاي مكتوبة بالكيلوغرام ستبقى كما هي، الثلاث أطنان سنحولها إلى الكيلوغرام تصبح 3000 كيلوغرام، 3 ضرب 1000، 8 أطنان سنحولها إلى الكيلوغرام 8 ضرب 1000 ويساوي 8000 كيلوغرام. هيك بنكون وحدنا الوحدات، اصبحت جميعها وحدة واحدة اللي هي الكيلوغرام. هلا سنقوم بترتيبها تنازليا، طبعا 8 طن اللي هي 8000 كيلوغرام اكبر كتلة، يليها 7200 كيلوغرام اللي هي بالكيلوغرام، و3 طن اللي هي 3000 كيلوغرام. اذا ترتيب الكتل تنازليا 8 طن نرجع للاصل اللي هو 8 طن، ثم 3 طن، ثم 7200 كيلو جرام. سنقوم بحل تحدي واحد، طبعا تحدي واحد اللي هو العلاقة بين قياس الكتل، نحول الوحدات من الأكبر إلى الأصغر. أصل فيما يأتي أطلب قراءة التحدي واحد، ممكن طلبتي أنكم تحضروا كتبكم والقيام بالحل معي التحدي مع بعضنا جميعا. أصل في كل مما يأتي بين قياس الكتلة في الصف الأول والقياس المساوي له في الصف الثاني. الصف الأول عندنا الكتلة 18 كيلوغرام، 40 كيلوغرام، 4 طن، 16 طن، 4 كيلوغرام. هلا سنقوم بالتوصيل. قبل أن نقوم بالتوصيل سنقوم بعملية التحويل.
التحويل 4 كيلوغرام. التحويل هون سيكون من الكيلوغرام للجرام. الكيلوغرام يساوي 1000 جرام، ف4 ضرب 1000 4000، اذا ستكون 4000 موصوله مع 4 كيلوغرام مع 4000. الكتله الثانيه 16 طن، 16 طن من الطن للكيلوغرام 1000، 16 ضرب 1000 16000. الكتله اللي بعدها 4 طن، سنحول من الطن للكيلوغرام، 4 ضرب الكيلوغرام 4 ضرب 1000 4000. الكتله اللي بعدها 40 كيلوغرام، من الكيلوغرام نحولها للجرام، من الكيلوغرام لانه الكتله اللي اصغر من الكيلو لجرام لجرام، فبنحول 40 ضرب 1000 ويساوي 40000. طبعا الضرب مضاعفات ال1000 في الدرس هون. هلا بدنا نحول الكتله اللي بعدها 18 كيلوغرام، بدنا نحول 18 كيلوغرام الى الكتله اللي اصغر منها اللي هي الجرام، 18 ضرب 1000 ويساوي 18000. بهذه كنا نكون قد انتهينا من حل تحدي واحد. عزيزي الطالب، بعد ان تنظر الى شرح الدرس قم انت بحل التحديات، كل تحدي بطريقتك الخاصه. ارسم دائره حول القيمه المناسبه للكتله فيما يلي. هذا انا الدرس له علاقه تقريبا بالدرس الاول، حتى نختار الوحده المناسبه لقياس الكتلة. عندنا قلم الرصاص، طبعا قلم الرصاص مستحيل يكون بالكيلو، كيلو كيلو، ممكن يكون يعني بالجرام. أني واحدة بالجرام، هاي الإجابة طبعا مستبعدة. الإجابة 210 طبعا جرام مستحيل، يا إما 21 يا إما 2. 210 مستحيل لأنه يكون خفيف كتير. إذا الإجابة الصحيحة 21 جرام. البسكليت اللي بيلعبوا عليه الأطفال طبعا رايح يكون وزنه بالجرام مستحيل 3.5 جرام. طبعا يا اما 3.5 كيلوغرام يا اما 35 كيلوغرام، واحده من هذول الاجابتين راح تكون صحيحه. 350 جرام مستبعده، 35 مستحيله لانه بده يكون ثقيل وممكن لا يستطيع الطالب الركوب عليه، ممكن يكون اثقل من الطفل اللي بيلعب عليه او الطالب اللي بيلعب عليه. اذا الاجابه الصحيحه 3.5 كيلوغرام. هلا الايس كريم اللي عندنا هون موجوده، الايس كريم طبعا نستبعد الاجابات 950 جرام يعني كيلو الا 50 جرام مستحيله، 900 جرام مستحيله، اذا يا 90 يا 99 طبعا مستحيله. اذا الاجابه الصحيحه 90 جرام. قطعه من الخشب مقطوعه من شجره او من ساق شجره. هلا 800 جرام، 800 جرام يعني 18 كيلو جرام، او عندنا 18800 كيلو و18 كيلو 9 هي مستبعده. اذا الاجابه الصحيحه راح تكون 1800 جرام يعني كيلو و800 جرام، لانه 1800 كيلو جرام استحاله تكون هاي الاجابه. تحدي تابع اثنين من تحدي اثنين صفحه 45. هلا عنا احول كل مما يلي من وحده الكيلوغرام الى الجرام. اذا بتلاحظ هون وضع لنا ميزان، الميزان له كفتين والكفتين متساويتين، كفتين متساويتين. اذا عنا ميزان، الميزان طبعا الكف الاولى مفروض وحده الكتله الموجوده بالكف الاولى تكون متساويه مع الكتله الموجوده بالكف الثاني. هلا الكتله اللي بالكف الاولى 2 كيلو، هون معطينا اياها بالكيلوغرام، بالكيلوغرام، وحابب نحولها بالكف الثاني، طالب تحويلها معطينا اياها 2 معطينا الكتله، هون معطينا الكتله بالكيلو بالكيلوغرام، وبالكف الثانيه معطينا اياها بالجرام، بالكيلوغرام، وبالكف الثاني بالجرام. الكفتين متساويتين، اذا سنقوم بالتحويل من الكيلوغرام الى الجرام. بالكيلو طبعا احنا بنعرف ان الكيلو 1000 جرام، اذا 2 ضرب 1000 يساوي 2000، 2000 كيلو جرام، 2000 كيلو. هلا ناتي الى الكف الثانيه، موضوع بالكف الاولى او بالميزان الثاني فرع باء 10 كيلو، سنقوم بالتحويل من الكيلوغرام للجرام. طبعا الكيلو 1000 نضرب في 1000، 10 ضرب 1000 10000 مضاعفات ال1000. التحدي الفرع 3 من تحدي 2 صفحه 45 عندنا اكتب رموز الصناديق الاتيه بعد ترتيبها
ترتيبها حسب كتلتها من الأخف إلى الأثقل. إذا نرتبها حسب كتلها من الأخف إلى الأثقل، يعني بمعنى آخر من الأصغر إلى الأكبر. إحنا حكينا عند الترتيب لابد من أن تكون الوحدات بدلالة وحدات قياس الكتل بدلالة وحدة قياس واحدة. إذا وحدة القياس الصغيرة هون كيلو كيلو كيلو، هون كيلو غرام، وهون هون عفواً غرام غرام غرام، هون بالغرام غرام غرام، هون كيلو غرام كيلو غرام. هلا سنقوم بالتحويل الى الوحده الاصغر اللي هي الغرام غرام غرام. سنقوم بالتحويل هاي الوحده اللي هو 2.14 كيلو غرام، طبعا 2 اللي هي 2000 وال14 400، ستطبح الكتله بالغرام 2400 غرام 2100 غرام. اذا الصندوق ده كتلته بالغرامات 2400، الصندوق ألف 144 جرام، الصندوق جيم 441 جرام، الصندوق ها 414 جرام. الصندوق دال بالكيلوغرام، سنقوم بتحويله لجرام حتى تصير الوحدات بدلالة وحدة قياس كتلة نفسها. هلا 4 كيلو، الكيلو 1000 بصير 4020، يعني 4200 جرام. إذا الكتلة 4200 جرام. بهذه الطريقة تم تحويل الكتل، توحيد وحدات الكتلات، اصبحت كلها بالغرام غرام 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 غرام، اي هون بالغرام بالغرام، اصبحت جميعها بالغرام. هون نستطيع ترتيب رموز الصناديق من الاخف الى الاثقل، وطبعا بدءا من اليسار، بدءا من اليسار سنقوم بالترتيب. اول كتله الرمز الف، لانه 144 اصغر كتله، اذا هي الصندوق هو اخف الصناديق كتله. يأتيها الصندوق ها 414، ثم الصندوق جيم 441، ثم الصندوق باء 2400 جرام، ثم الصندوق دال آخر صناديق تم الترتيب. ننتقل إلى تحدي ثلاث. تحدي ثلاث دائما بتكون إحنا معطينا في الكتاب التحديات مستويات، يعني أسهل السهل تحدي واحد، تحدي اثنين متوسط، وتحدي ثلاث هو بيكون أعلى درجة منه. هلأ عنا هون إذا بتلاحظ في عنا ميزانين، الميزان الأول معطينا عليه صندوقين، طبعاً نجد كتلة كل من ألف وباء بالغرام لتصبح قراءة الميزان صحيحة. هلأ معطينا الكتلة ألف مجهولة إحنا ما بنعرفها، الكتلة باء معطينا 2500، لكن مجموع الكتلتين اللي هي ألف مع الكتلة المعلومة المجهولة مع المعلومة، مجموع كتلهم 3 كيلو 20، يعني 3200 جرام كما تعلمنا سابقا. واضح؟ أجد كتلة تكون من ألف بده بالغرامات بالغرام بالغرام. هلا عندنا زي ما حكينا في عندنا صندوقين، بدي أعيد الشرح كمان مرة لأنه هذا السؤال بده توضيح. الصندوق الأول معلوم كتلته 2500 جرام، الصندوق ألف غير معروفة كتلته. مجموع الكتلتين مع بعض، لأنه لما حطوا مع الميزان تحرك المؤشر إلى 3 كيلو و20 كيلو جرام، يعني 3 كيلو 200 جرام. هلا مجموع الكتلتين مع بعض 3200 جرام، والكتلة المعلومة 2500 جرام. إذن الكتلة الباقية نتيجة طرحهما بدنا نطرح مجموع الكتلتين ناقص الكتلة المعلومة، يتبقى عندنا كتلة ألف. كتلة ألف أنا شرحته شفويا، لكن أنا حابب أوضح ذلك الشرح على الميزان. الميزان أعزائي الطلبة سأقوم بتوضيحه على الميزان ما أعود. عندنا حكينا إنه عندنا في عندنا كتل الميزان، طبعاً الميزان عفواً الميزان الميزان بدي أحوله إلى الكتل بالكيلو. الموضوع كتل الموضوع عفواً عندنا 2000 مجموع الكتل 3000 ألف ألفين 3000 هي 500
ومئتين. إذا مجموع الكتل 3200، 3200 مجموع الكتل، عفوا 3200. هلا إذا بتلاحظوا أنا حكيت بدنا نبين الكتلة هون 3 كيلو، 3 كيلو 100، 3 كيلو و200. إذا 3 كيلو 20 تساوي 3 كيلو، 3 كيلو و300 غرام، عفوا 3 كيلو و200 غرام، 3 كيلو و200 غرام. هلا بدنا نشوف الكتلة الصحيحة، 3 كيلو و200 غرام يعني 3 كيلو و20. هلا كتلة الصندوق اللي كانت معلومة 2500، 2500 هي ال، عفوا 2000 هي 1000، هي كمان 1000، هي 500 وهي 1000. هذه الكتلة اللي كانت معلومة 2 كيلو و500، 2 كيلو و500. إذا معناته كتلة ألف، كتلة ألف رايحة تكون 7 أعشار، إذا بدنا إياها بالغرام صار رايحة تكون 700 جرام، 700 جرام. إذا بدنا إياها بالجرامات ستكون الكتلة 700 جرام. إذا مجموع الكتلتين حكينا هي، خلينا أوضحها كمان مرة، مجموع الكتلتين كانت عندنا 1000، 2000، 3200، 3200 غرام اللي هي 3 كيلو و20، 3 كيلو و20 جرام. هلا الكتلة اللي كانت معروفة اللي هي كتلة الصندوق الأول 2500، إذا 2500 زائد 700 يساوي 3200، يعني 3 كيلو 200 جرام. أوضح المثال الثاني اللي وارد في الكتاب، اللي هو إن هلا مجموع الكتلتين، مجموع الكتل أو الصندوقين عفوا، مجموع الصندوقين 4 كيلو، مجموع الصندوقين 4 كيلو، نحولها للكيلو لأن 4 كيلو هي 1 كيلو، هي 2 كيلو، هي 3 كيلو، هي 4، 4 كيلو. شوف الله قديش صارت الكتلة، الكتلة صارت 4 كيلو. نشوف بالكيلو فعلا عندنا الكتلة 4 كيلو. هلا الكتلة المعروفة 1700، الكتلة اللي كانت معروفة 1700، هي 1000، هي 1500، 200. هذه كانت الكتلة المعروفة. هلا لما طرحنا كانت الكتل اللي موجودة مجموع الكتل 4 كيلو، الكتلة المعروفة كيلو و700 جرام، كيلو و700 جرام. الكتلة المتبقية او الغير معروفة 2 كيلو و300، 2 كيلو و... عفوا 2 كيلو و300 جرام، او 2 كيلو و3 اعشار جرام، 3 اعشار جرام بدنا اياها بالجرام، رايح تكون النتيجة نحولها للجرام 2300 جرام. إذا كيف حلنا؟ مجموع الكتل ناقص مجموع الكتل نطرح منها الكتلة المعلومة بضل عنا الكتلة، الكتلة الغير معلومة في السؤال. إذا حل السؤال مجموع الكتل هون عنا، حولنا مجموع الكتل حولناها بالجرام لأنه السؤال بده إياها بالجرام، مجموع الكتل بده إياها بالجرام، فحولنا مجموع الكتل، مجموع الكتل 3 كيلو و20 اللي هو 3200
مجموع الكتل، بدنا نطرح منها كتلة الصندوق المعروف اللي 2500 منتج عنا كتلة الصندوق الغير معروف اللي هي ألف. هلأ هون عنا مجموع الكتل 4 كيلو بالجرامات، لأنه طالب الجرامات 4000، نطرح منها كتلة الصندوق المعروف اللي هو 1700، بيبقى عنا 2300 جرام اللي هو 2 كيلو و3 أعشار. أعزائي الطلبة، لقد قمنا بحل جميع التحديات، أرجو منكم جميعا القيام إعادة حل التحديات بصورة فردية. كمان أعزائي الطلبة، سأقوم بإنزال مجموعة من أوراق العمل على موقع المدرسة، المدرسة الإلكترونية في مدرستنا، وسنقوم بعمل امتحان إلكتروني. قد قمت بوضع امتحانين إلكترونيين على في 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 موقع المدرسة، امتحان يتعلق بالدروس التي أخذناها بالمدرسة اللي هي بعد امتحان الشهر الأول، والاختبار الثاني يتعلق بالوحدات التي تم عرضها على شكل فيديوهات اللي هو التعلم عن بعد. فأرجو المتابعة أعزائي الطلبة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.